next song لليلي هي آخر أغنية أكيد راح أهديها لكريستوفر ماكندلس. هو شخص مش فنان، مش ممثل، مش سيناريست، مش سياسي، هو شخص عادي أثر في أنا وخلاني اليوم أكون الشخص واقف على هذا المسرح ونغني قدام جمهور مثلكم. كريستوفر ماكندلس هو شاب بعد ما أخذ شهادته العليا بأمريكا قرر يترك كل شيء وراه، مادة، عائلة، أهل، مال، كل شيء له علاقة بالسوسايتي ومساوئ السوسايتي ومساوئ المجتمع، ويصب طريق نحو المجهول بحثاً عن السعادة. بكل محطة من محطات مغامرته كانت بمثابة مرة ودرس لحياتي. بالطفولة علمني إنه if you want something in life you must reach out and grab it. علمني بمرحلة المراهقة وقت اللي كان عندي مشاكل شخصية، علمني إنه if you forgive you will love and if you love the God's light will shine on you. وفعلاً أنا حسيت بهالشيء أكثر من مرة. اليوم رح غني أغنية لفرنون بلونز، هو كتير كان يحب هالباند، توفى سنة 92 وهالغنية طلعت سنتين بعد ما توفى. أوكي، أكابيلا كيتاريست. 25 years when my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm laying in bed just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I strum at the top of my heart what's going on. And I say hey yeah 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 yeah, hey yeah yeah, I said hey, what's going on. And I say hey yeah 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 yeah, hey yeah yeah, I said hey, what's going on. 25 years and my life is still trying to get that great big hill of hope for a destination. حبيت خبركم انه كريستوفر ماكندلس انا تعرفت عليه بالصدفه، كنت احضر موفي اسمه انتو ذا وايلد، وبعدها بسنه، بسنه 2008 بعدها بسنه اشتريت الكتاب لجون كروكر وصرت كل سنه اقرا وتغيرت، صار تغيير جذري في طريقه تفكيري، في طريقه رؤيتي للاشياء. واذا تلاحظوا في عندي تي شيرت له، هو هون، هو كريستوفر ماكندلس، وآخر جملة قالها دقيقتين قبل ما يموت كانت هي happiness only real when shared، يعني السعادة تكون حقيقية إلا ما تكون مشتركة مع الناس. شكرا. See you next week بكونسرت جديد ببيروت. Thank you. بالنسبة لأنيس اليوم حلو الباساج تبعوله من ناحية الغنى عم بحكي أكيد، ولكن بده ينتبه كتير على الفيبراتو تبعه لأنه عم بيزيده وبمحلات ما عم بيكون ثابت. الفيبراتو كتير منيح وكتير صحي وقت يكون ثابت، مش وقت نحسه صار نوع من الرجفة للصوت أو هو عم يرجف. إنه كل فيبراتو إذا ما بنقدر نعمل كنترول عليه بيقدر يكون مضر للصوت. بالنسبة للنوتات العاليين كمان اليوم نوتاته لأنيس العاليين ما نون فاتحين كلهم، آخر شيء تحسنوا شوي مع أنه عم يفتح تمه وعم يعمل إفار ليركز على فتحة التم، ولكن فتحة التم وقت يكون فيها شد على المفصل وعلى الحنك بتقدر ترجع النوتات لورا، يعني بس بده يفتح لازم يضل مركز أنه يكون مرخى هو عم يفتح تمه مش شادد. والشيء الأهم يلي ما ساعده بأنه يسيبوا النوتات العاليين مزبوط يعني يكونوا مزروكين هو انه ما عم يستعمل سوبر النفس ووضعيه الجسم ابدا، وصرته هو وقاعد لازم ينتبه على البوستير اللي عم يشتغل فيها تيقدر النفس يلبيه، وهذا الشيء ما يعمل له تشنجات على عضلات الحنجره.
المود هو عم بغني كان حلو، الأداء الانتربريتاسيون كانوا أحلى من العادة، بس بده ينتبه كتير على التكنيك على كل مدى الصوت ومش بس على الواطي. أنيس مغير كتير، صوته حليان، عم بيوقف على النوتات مزبوط مزبوط، بس بعدهم صغار. بعدين الحلو إحساس وصل، والأنا اللي بحبه بأنيس إنسان رائع ومسقف، هيدي كتير بتساعده تيوقف على المسرح بالمستقبل ويصير مشهور. هلأ بما أنه نحنا صرنا بالنص التاني، صرت بحب أنا أن أقول يمكن السيئات أكتر من الحسنات، لحتى لأنه صرنا عم نتطلب منهم أكتر. أنه أهين شي اللي أنا بلاقيه أهين بغض النظر عن الإنسانيات، أهين اليوم يجي حدا يقول لي أنا بدي أحكي عن غاندي، أنا بدي أحكي عن مير تيريزا، أنا بدي أحكي عن لوثر كينج، أنا قلت لهم فنان، أنا بدي فنان يخبرونا شو أثر هالفنان بهالعالم. إنه أهين شيء إنه عن السعادة وعن الإنسانية، يعني منا صعبة وكتير من نعملها حلو، بساج حلو، بس أنا ما قلت لهم جيبوا لي إنسان عادي هيك مين ما كان أثر بالدنيا. أنا بحكي عن غاندي وبقول إنه غاندي شو عمل وحارب القوة بالضعف وحارب الحرب بالسلام. نحن حكينا عن فنان يكون تارك أثر وراه، شو بيأثر فيك أنت هالفنان من هالميلة، من ميلة تانية الغنى. يعني هو على بعضه عطول هالثقافة اللي عم تحكي عنها ماري عطول موجودة، بس يكون موجود أنيس في رقي بشخصه بكل شيء عم يعملون كان داخل الموضوع أو خارج الموضوع، بأسرك وبخليك تروحي تفتشي مين هالشخص إذا ما بتعرفيه، يعني بحرك فيك شغلة بس شوي خارجة عن اللي أنا طلبته من ميلة. من ميلة تانية بحس عطول إنه نفسه مقطوع هو عم بغني، يعني هو وما بال بغنوا أجنبي واثنيناتهم بحس إنه عن واط صغار، يعني صوت صغير ونفس صغير، يعني بعد ما هيك يعني لازم بعد يروح أبعد، لأنه شخصه لأنيس اليوم صار أهم من الفن اللي عم بيعطينا إياه. أنا هيك بحس شخصيا. يعني بالنسبة لأنيس، تنبلش عن الأشياء الإيجابية يلي حاول يعملها، هو إنه خلق لنا إطار، يعني كونسير حط موسيقية وبلش بأنه next song، يعني وكأنه أو آخر أغنية بهالكونسير حب يهديها لشخص أثر فيه. طبعاً هالشخص يلي ما بنعرفه، يلي هو منه معروف ويلي بفتكر يعني قدم لنا إياه، ومثل ما فهمنا أنه كتب كتاب هالشخص وهو تأثر بهالشخص وبكيف هالإنسان ترك كل شيء وفتش على السعادة. أنا ما لقيت هيدا الشيء غلط، يعني اكتشفت يمكن بالنسبة لإله ولأنيس إنه بالنسبة لإله هيدا فنان، وأنا اكتشفت شخص كنت بجهل وكنت حتى ما بعرف اسمه ولا وين ولا كيف ولا شيء. دونك الأشياء الإيجابية هو الإطار يلي خلقه، الشخص يلي عرفنا عليه، الغنية كيف انتهى ولابس هالتيشيرت وإنه خلاصة الموضوع. وبدي أقول إنه أنيس من أشطر تلميذ عندي بالصف على صعيد الفكر، يعني دايماً كتير خلق بالمشاهد. بس إذا بدي أخذ الشق الثاني، يعني لأنه كمان اليوم بدنا نشوف قديش الشغل منيح وهو لذيذ ومسقف وكل شيء، بس قديش عم بيكون الامباكت، يعني قديش تأثير هالإيفال علينا. أنا شخصياً ما وصل لي شيء، يعني ما مش رح روح بكره فتش على الكتاب ولا على الشخص تا اشتري الكتاب واعرف من هو هالشخص اكثر، ولا انه لقيت اداء انيس عظيم بالاغنيه تا ما حبيت الاغنيه اكثر ما كنت حبها بعرفها للاغنيه. حسيت انه غنى بطريقه خفيفه نظيفه بس مش كافيه لا ايفال رقم 8. يعني إذا بدي أخذ هلأ مرور علي مرور أنيس، بحس إنه اثنيناتهم تركوا فراغ. شو هو هالفراغ؟ ما بعرف، مش عم بيقدروا، ما عبوا فراغ نحنا طالبينه وناطرينه، يعني ما هزني ما حرك فيه شيء، هو عم بغني وعلي نفس الشيء، على أمل إن ننطر المشترك التالي يلي بده.
اليوم الغناء تبع أنيس كان الغناء اللي معودين نسمعه فيه، يعني مثل ما عم نسمعه من وقت ما بلش لليوم، بيشبه كل الأوقات اللي غنى فيها، بالوقت يلي نحنا صرنا عم نطلب أكتر إنه حدا يبهرنا يعطينا شيء جديد، لأنه فعلا صارت الأشياء أصعب وأصعب وأصعب. اللي بحسه عند أنيس بحس هالرقي، بحس هالثقافة، بحس هالإنرجي بوزيتيف، يعني بحسه دايما بيخلق فرح، بيخلق شيء حلو. بس حسيت صار في رتابة بالأداء، يعني صار عم الأشياء تتكرر، وبحس كأنه بمطرح من المطارح في تعب هالصوت، في مطرح تعبان، في نوتات شوي تعبانة، مع أنه اليوم كان صوته مليابل أكتر من بقية المرات، يعني كان في ليونة أكتر بالصوت. إن شاء الله يقدر أنيس بعد يلحق حاله بالوقت اللي رح يبقى معنا بالأكاديمية، وكلهم اللي رح يبقوا فيهم هون معنا، إنه يبهروا الناس اللي عم يشوفون، يبهرونا قلنا تنقدر نعطيهم أكتر ويستفيدوا من وجودهم هون من النواحي كلها، من ناحية المسرح، من ناحية الغناء، من ناحية كل الأمور اللي عم ياخدوها، كرمال بالمستقبل يقدروا يعملوا بيرفورمانس كاملة تبهر الناس اللي عم تسمعهم وتحضرهم بكونسراتهم.